كريستو. كريستو يا كريم، اتكلمنا هنا مرارا وتكرارا وقلنا ان مشكله كريستو هي الوقت، مشكله كريستو محتاج دقايق. وبالمناسبه لما اتكلمنا مع مارسيل كولر على كريستو وقندوسي وقال الكلام ده، قال انا شايف ان هم اتظلموا جدا بالنسبه لعدد الدقايق اللي خدوها، وانا شايف ان هم هيقدموا اضافه الموسم اللي جاي لان هم هيخشوا معايا فتره اعداد وهيبتدوا ياخدوا دقايق اكتر حسب حاجه الفريق ليهم. نقطه ثانيه مهمه، كريستو النهارده في المباراه لو نعرض الكرات الثابته، كولر واثق تماما في كريستو، بيديله الكرات الثابته حتى لو في قفشه في الملعب، حتى لو في لعيب ثاني في الملعب هو بيثق فيه تماما. دي كانت واحده من ضمن 7 كرات ثابته ما بين ركنيات وكرات ثابته فاولات عملها كريستو النهارده. تمريره ممتازه، كروس ممتاز، ارتفاع متوسط معقول جدا، كره نازله في المكان اللي موجود فيه محمد شريف. كريستو يا كريم تاني، وانا بقول لك من النهارده وقبل ما الموسم ينتهي وقبل ما الموسم الجديد يبدا، كريستو واحد من اللعيبه اللي بيعول عليها بشكل كبير جدا جدا مارسيل كولر، ومن اللعيبه اللي مارسيل كولر لما اتسال هل انت محتاج لعيب مع بيرتي تاو بعد ما نقلت حسين الشحات في الناحيه الشمال، قال لا انا هشتغل مع كريستو، وشايف ان كريستو هيبقى موجود مع بيرتي تاو. طبعا بيرتي تاو هو اللعيب الاساسي، لكن هيبقى موجود مع بيرتي تاو وعدد الدقائق اللي هياخدها. فكريستو موهبه كبيره جدا جدا. بالمناسبه لما اتكلمنا مع اصدقائنا في تونس فيما يتعلق بمشاركاته الكتير مع كل منتخبات تونس، قال لك ان كل العتاد الفني بتاع منتخب تونس وكل الاجهزه الفنيه في تونس المتعلقه بالمنتخبات شايفين ان مستقبل تونس وانه اللعيب اللي هيعمل جيل لو اتحط معاه مجموعه من اللاعبين، واهم موهبه بالنسبه لهم في اللعيبه اللي هي ما دون ال 20 عام، لان كريستو مواليد 2003، ما دون ال 20 عام سواء بيلعبوا خارج تونس حتى في اوروبا او جوه تونس، هو محمد الضوي كريستو. فكريستو موهبه كبيره جدا جدا داخل النادي الاهلي، تحتاج فقط لزياده عدد الدقائق اللي بيلعب.